جزاكم الله خيرا. بعض الطلاب تقدم بهم السن وهم في مرحلة واحدة بسبب ضعفهم الدراسي وظروفهم الاجتماعية، فهل مساعدة مثل هؤلاء الطلاب في الامتحان يعتبر غشا، علما بأن مساعدتهم ليس على حساب الآخرين وعدم مساعدتهم يؤدي إلى رسوبهم وأيضا ربما يؤدي إلى انحرافهم؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا تجوز مساعدة الطلاب بالإجابة في الاختبار، لأن يساعدهم بأن يجيب عنهم في الاختبار أو يدفع لهم ما يعينهم على الإجابة، فإن هذا من الغش، بل هو من أعظم الغش، لأن هذا غش في طلب العلم، والمفروض في طالب العلم الأمانة. على كل حال لا يجوز الغش في الامتحان ولا مساعدة الضعيف في الدراسة، بل يترك، فإن نجح الحمد لله، وإلا فإنه يكثف الجهد ويعتني بالدراسة حتى يلحق بإخوانه، وإذا رسب فالمجالات كثيرة غير الدراسة، ينصرف إلى أعمال أخرى، والحمد لله.